24 عاماً يلازم الفراش لا يبارحه، يتحدى الحياة بعينيه ولسانه وشفتيه. كانت بلاده على موعد مع الحرب. قررنا نطلع، كانت الطلعة جداً صعبة، الهلال الأحمر ما بيرضى يفوت على مناطق النزاع. فكان خلدون ضحية ليست مثل كل الضحايا. تشرد فلجأ فجاور الموت الذي حاصر ما تبقى من أنفاسه. خلدون وضعه استثنائي، يعني أصلاً الأشخاص اللي بيكونوا مثل خلدون قلال كتير بالعالم. خلدون يعني بعد ما مرق بهدول هالتجارب كلهم الصعبين، لأنه واحد عم يواجه الموت يومياً، ومع هذا الوضع وأنا ما في عندي أي إمكانية إني أنا ساعده. محطة لبنان كانت أسوأ محطة بحياتنا، يعني أنا ما شفت خلدون واجه الموت هيك وجها لوجه، يكون عم بيموت قدام مني وأنا ما قادر أساوي شيء. وفجأة دقت ساعة الفرج. الفرج اللي غير حياتنا جذريا، اتصلوا فينا من ديوان سمو الشيخ محمد بن زايد، فأنا خبرتهم على هاي العملية اللي ممكن تغير حياة خلدون، اللي تخليه يقدر يتنفس. هنا في الإمارات عانق خلدون الحياة من جديد. هنا في الإمارات غادر خلدون سريراً كان بمثابة السجن لأحلامه. هنا في الإمارات لم يعد خلدون أسيراً لأجهزة التنفس. وهكذا أراد الشيخ محمد بن زايد أن يغسل هذه الدموع بماء من الإنسانية والأمل.